في ذات السياق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 53 شخصا بينهم أطفال وإصابة نحو 2000 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات على الشريط الحدودي لقطاع غزة أثناء مشاركتهم مسيرات العودة الكبرى. عدد كبير من الشهداء يتساقطون يوما بعد يوم في مدن فلسطين المحتلة، فيما تستخدم قوات الاحتلال الإسرائيلية القوة والعنف في مواجهة المسيرات السلمية التي تطالب بالحقوق العادلة للشعب الفلسطيني. الاحتجاجات تأتي ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت في 30 مارس الماضي، حيث احتشد آلاف الفلسطينيين قرب حدود قطاع غزة في اليوم قبل الأخير من الاحتجاجات المستمرة منذ 6 أسابيع، وسارع الاحتلال إلى إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع على الأشخاص داخل الخيام التي نصبت على طول الحدود. وما زاد الوضع تأزما وحدة هو افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، والتي أدت بدورها لتصاعد الاحتجاجات، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على الفلسطينيين العزل على السياج الفاصل مع قطاع غزة. وبالتزامن مع هذا التصعيد من قبل الاحتلال، أطلقت نداءات استغاثة لدعم المستشفيات والمراكز والنقاط الطبية بالأدوية واللوازم الطبية بشكل فوري في ظل سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى. افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة لاقى رفضا وتنديدا عالمي، إذ غاب معظم السفراء الأجانب عن الافتتاح، وتقول معظم الدول أن وضع القدس المحتلة يجب أن يتحدد في تسوية السلام النهائية، وإن نقل سفارتها الآن سيستبق اتفاقا من هذا القبيل. ومن المقرر أن تصل الاحتجاجات التي تحمل اسم مسيرة العودة الكبرى إلى ذروتها الثلاثاء في يوم النكبة، عندما طرد مئات الآلاف الفلسطينيين من منازلهم في عام 1948.